السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديري لاباس عليكم؟ بصحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا احسن الاحوال يا ربي. فيديو اليوم باغي نقول لكم فيديو اليوم والله ما عارفه انا براسي ما عارفاش فيديو شنو هو، لكن خرجت وقلت نخرج معايا الكاميرا نصور. مهند مشى يقعد شعره صالون، انا كنتسناه. المهم انتم معنا كيف العاده، ما مشينا نجركم معنا. يلا مساء الخير مساء الشهرة. انا اسير الاحزان. مرحبا، كيفكم؟ مساء الخير عليكم جميعا حبايبي. حبايبي الي ولا حبايبك؟ حبايبي كل شيء. ها حبايبك. طيب كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب. شوفي شو الموضوع، ليش عم تصوروا؟ شو عندكم؟ ما في موضوع. ما في موضوع؟ اليوم ما في موضوع. في موضوع صغير طبعا. طالعين اول شيء درجة الحرارة برا مو طبيعية ورطوبة، تعملوا هيك الكاميرا بينزل زيت من كثر الرطوبة اللي بالصيف هون. بصراحة جو الامارات بالصيف ما تقدريش تطلعي. اللي بالامارات بيعرف معنى الرطوبة ومعنى الشوب، واللي ما بيعرف بنصحه ليجي بالصيف الامارات. مهم جينا اول شيء نروح بدنا نتصور، كان نروح اقدم على الفيزا طبعا مثل ما خبرتكم، ما بعرف اذا خبرتكم اذا حكيت موضوع انه رايحين اجازه على تركيا. سولوني شيء بنات قالوا لي واش طلع الفيزا كيفاش دارت طلعها؟ مازال ما هسه انا ما طلعت شيء بصراحه، ما بغي يدفع. رحت مكتب السفريات قالوا لي روح جبنا الاوراق المطلوبه، تكشف الحساب البنك و ورسائل لا مانع من الشركه وما بعرف شو وصور شخصيه من هالموضع. اول شغله هلا جيناها رحت حلقت ظبطت حالي، قالوا روح تصور لازم تكون وسيم. لازم تكون وسيم. ابدا عليكم. لازم تكون وسيم، لازم تكون حالق. لا امزح معكم، بس رحت حلقت وجيت خلينا نتصور مشان نقدمهم مع الفيزا. ونروح اول شيء بعدين نروح الطباع مكتب الطباعه نطبع شهاده لا مانع ومن هالامور هاي اني اسافر. المهم اليوم معي ان شاء الله تيسر لي وتطلع لي الفيزا. بس انت ليش ما بدك فيزا؟ ليش؟ انا بدي اعرف ليش. انتوا رضيانين عليكم يعني؟ احنا ما خصناش احنا ليش؟ احنا نجي ندخل لتركيا. ايه عينينا مغمضة وجهنا حمار. سوري ما بتعطوني الجواز عشان نروح. المهم خلينا نروح نتصور وخليكم معنا. يلا طبعا دخلنا مكان تصوير نتصور، بس وين قمة القهر؟ قمة القهر انه يوم بيكون عندك مناسبة، بيكون عندك بيكون عندكم شيء بدكم تتصوروا شغلة، تروح حفلة، شو بيصير هون؟ بيطلع حبة هون. طيب ليش؟ ليش؟ أنا شو عملت لك؟ أنا لحتى تطلعي اليوم لأنه بدي أتصور بس. ما هون المشكلة كمان، مو بس أنا، حتى نورة كمان ونفس المكان، وين الحبة؟ لك وين وين وين؟ لك حبة، طلعت لها حبة هون وحبة أنا هون، نفس الشيء، ليش طيب؟ بس فهموني ليش؟ بس يكون في مناسبة ولا أي شيء؟ بس انت ما عندك مناسبة، ليش طلعت الحبة؟ بس شايفك قعدتي، ما غصبينش شايفك قعدتي بمكاني. انا بدي اتصور انا مو انت. انت ما بدك موقفني في الرطوبة برا، تحسيتي برا برا الرطوبة كثير تيشيرت ملصق لي على ظهري. خلينا نتصور. تصوري انت كمان؟ تصور هيك؟ هيك بيقعدوا شو؟ بيقعدوا العرسان؟ يلا اجل نصور، خليه يصور. ابتسم ولا بدون ابتسامة؟ اه بركي تصور. ما يريد ابتسامة؟ ما يريد. ليش لازم ما يريد؟ ما تغوش. لا ما يريد
صافي. طبعا خلصنا، تصورت، صورت صور وسيم. خلصت عند مكتب الطباعة كمان، سويت عم جهز الأوراق شوي شوي من هون ومن هون، لأنه والله يوم بتجهزوا الواحد إذا بده يطلع فيزا بده يجهز أوراق بيوم واحد ما بتخلص، وشي بوجع الراس أصلاً، لأنه بيطلبوا أوراق والله يعني بتعجز، معجزة بدهم الأوراق اللي بيطلبوها. مهم خلصت، خلصنا هدولي شو اسمه؟ مهم سلام خلصت. مهم وجينا اليوم اللي بدي طعميه اليوم لنورة، أكلة سورية، أكلة بتجنن. طبعا هي تقيلة شوي على المعدة بس عادي، اللي بناكلها طيبة كتير. مهم اسمها فتة حمص، أي حد بيفهم شيء بيفهم الأكلة هاي يرفع ايده. فتة حمص اليوم هي طعمية فتة حمص على طريقتي أنا، بس خلينا نجيب المقادير. اول شيء الحمص، والحمص الحب والحمص المطحون، ونسويهم نكملهم بالبيت. طبعا بنجيبهم هدول ونسوي الخلطه بالبيت وهالامور هي منجهزه. احكي لك كلمه قل له انا لا 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 عندهم شيء اكلات ما كنت كلش بصراحه ما عجبونيش، وشي اكلات زوينه. ليش انا عجبني الاكل المغربي؟ لا كاين شي اكلات انا ما كنت نمشو، انا باكل كل شيء اكل مغربي. ليش كاين شي اكلات؟ ليش؟ لانه اكلكم حلو، اكلكم هيك اكلكم صحي بصراحه والله. يعني اكلنا مو صحي، وانا مش قلت اكلنا صحي بعد صحي ولا مو صحي، قلت لك شي اكلات انا ما اقدرش ما عجبونيش وشي اكلات عجبوني، ماشي بنادم انا عجبني كل شيء. طيب ما بدي اطول، يلا خليني انزل اشتري الاغراض ونروح على البيت نكفي الخلطة السحرية طبعا خلصنا وجينا البيت، جبنا الاغراض، جهزتهم الاغراض. شوفوا طبعا قطعت الخبز عشان ما اطول الفيديو، انا عم قطع الخبز وقطع الامور هاي. مهم الفتة الحمص، ركزوا معي. لبن، زبادي مع طحينية، طحينة، والحمص هذا اللي جبته حمص مطحون طبعا، وحمص الحب بيجي معروف طبعا، وشوية شو اسمه بقدونس. اوكي هلا شو حنسوي؟ خلينا نحط الكاميرا. اول شغله شو حنسوي؟ الحارك يصب في العشاء. شو؟ قلت لهم الحارك يصب في العشاء. ايوه اليوم مريح، اليوم 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 مريحك، اليوم اليوم مريحك، ما في عشاء اليوم، ما في شغل. ليش شنو قديش قلت لهم؟ شو بدي اغير؟ حط الزبادي. هذا ليش؟ هذا شغل الحريم، انا بعرف كيف تشتغلوا انتم الحريم مطبخ. فتحت كبسه زر، فتحت كبسه زر طبعا، المساعد دياله المساعده طبعا، واحد اثنين جوج ثلاثة أربعة 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 معالي طاحينة يا سمسم سمسم، ريحته زوينة طاحينة، ريحته رهيب طبعا. طبعا نحط معلقة اثنين. طبعا انا بحب عير تعير، مو مثل الحريم في منهم بيقدروا تقدير. احنا الحريم عيننا ميزاننا يعني كنشوف. ايوه انا عيني مو ميزاني، وهي ثلاثة. الله يعينك. ناي. وطبعا شو حنسوي؟ حنجيب الحمص. Thank you.
ريحته تشهي والله. شوف 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 عندك طيب. لا لا ما يطيح ما يطيح. فضل الحمص كله اللي جبناه. بلش يجوع الجربوع. بلش يجوع الجربوع. ملح طبعا ما نكتر ملح كثير مشان ما يطلع. خاف تطلع مالحه كثير. لا حاجه بس عادي هذا ملح عادي. رشيت ملح رشتين بس مشان يطلع الملح. هي طبعا شو حنسوي هلا؟ قربي الكاميرا قربي خليه يتعلم من الطباخ من الشيف. الشيف الشيف براق الشيف مهند شيف براق. ها انت ايش كيف هيك خلص. ها انت ايش كيف خلطوه مزيان عشان شو عشان نخلط ال طبعا حنسخن الحب الحمص لازم يكون ساخن طبعا مو ساخن كثير يعني شوي شوية ماء عم تساعدني ها ساعدتني كبت المي شوية شوية عشان ما تقولي لي لا عشان ما تقولي لي بعدين ساعدتني انا سويتها ايوه اعطيني معلقة بلاش هاي معلقة زدناهم مي ها طبعا زدناهم شوية مي زدناهم شوية مي لأنه ما فيهم مي كتير عشان الخبز شوي شو بتقولوا بشي يتشرب الخبز يتشرب ايه يتشرب خليهم يسخنوا شوي ومن بعد ما الحمص سخن غلا هاي حيد واحد جوج معلقات بس لا اكثر شوي مش حالك تحيدوا المهم انا كنت ترجم لي مترجم ديالك انت مترجمه حيد شويه باش يزين به الوش وجه الفته ايوه حاجه صافي وهذه غيديرها مع دابا غتشوفوها غيديرها مع الخبز ايوه خليها هدوم بس خلينا تعال تعالي اول شيء طبعا مقطعين الخبز هيحطهم هنايا هذا صحن ديك صحن هذا لا هاد ايوه صافي بس يلا جيب كيبدا يحط عليه الحمص ولما يدير الحمص هذاك الخبز كيبدا يتشرب ريحه طالعه طبعا خلصنا ال نوار عم تسوي بس سخنت ال شو اسمه السمن هلا بنحط الحمص المطحون ايوه بنعبي كله صحي ايوه وهلا الافتراس بده يصير طبعا خلصنا هاي ال هات شوي السمن طبعا هاي السمن اخر شيء بس المفروض اول شيء لا سوري اول شيء زين بعدين اخر شيء انا شايل هدول وشايل هدول امسكي لي عاوميني شوي عاوميني عاوميني يلا انا عاونك هيك بزينو هيك بزينو طبعا نحط شوية بقدونس عشان نزين فيه
وهيك بالله تمام. ها خلص خلي خلي هي تكب السمنة. بسم الله. حطي حطي يلا كده 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 ما بنتكلم كده اللي كنت بالماء. بس خلاص بعدي شوي هذا بلي يعشد العائلة ما بس يدري شو الأخاص بليت بليت. وهيك صار طبق جاهز وإلى الأكل. شوفوا 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 أنا في قاعدة شهد أكلها خطير. طبعا هاي هاي احنا متعودين بسوريا كنا قبل ناكلها الاكله يوم الجمعه بس ما بعرف بس اليوم حابه الانسه نورا المدام نورا بدها تاكل فتة حمص من تحت ايدي ايدي وطبعا ناكل المخلل معه مخلل الخيار وهاي خلاص طبق صار جاهز. شوفوا 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 يا سلام يا سلام يا عليك يا مهند يا معلم ان حط لي حط لي غنيت انت معلم حط لي غنيت انت معلم طبعا مهم خلصنا ليش صرنا معكم وضحت بسرعه عليك بسرعه بدي اقول لك بدي اقول لك بدي اقول لكم وصلنا معكم لهذا الفيديو بدي تسكر جاعس جاعس جربوه ما هي تمنى الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العادة وتسنونا في فيديو جديد إن شاء الله تصبحون على خير. يلا مع السلامة.